ترأست اليوم حفل افتتاح رسمي ديال الجمعية الدولية ديال المطارات. هي أكبر جمعية دولية خاصة بهذا القطاع، هذا تضم أكثر من 170 بلاد. هذا الحفل هذا تقام بمدينة مراكش على 7 أيام، وفي واحد العدد ديال يعني المؤتمرات وعدد ديال الجمعيات العامة ديال هاد الجمعية الدولية. الموضوع اللي تيطرق له اليوم هاد الجمع العام هو المستقبل ديال الطيران المدني، وخاصة المستقبل ديال المطارات. وهنا يعني التجربة المغربية، ولا سيما التجربة المغربية خلال تدبير الجائحة وما بعد الجائحة، بحيث أنه كان من اللازم نعود نرجعوا الرواج الجوي لما كان عليه. هذه تجربة غادي نقدروا نتقاسموها مع البلدان الأخرى، وهذه تجربة ناجحة بالنسبة للمغرب، بحيث أنه 75% ديال الرواج استرجعناه في 9 أشهر. بعض المطارات عرفت كاع واحد الفقد ما كان عليه في 2019. وبالطبع هذه المواضيع هذه خصنا نتبحثوا فيها باش نوجدوا رؤوسنا إلى قدر الله كانوا مشاكل بحال هذه في المستقبل نضبروها بطريقة أحسن. نحن هنا في المغرب في مراكش معناها جمعنا المطارات نتاع العالم أجمع. واقا هي تصير كل 5 سنوات في قارة، والمرة هذه اخترنا معناها مش نعملها في مراكش، على خاطر كما تعرفوا مراكش معناها مدينة سياحية بالدرجة الأولى، وفيها معناها الأمن والسلامة والكواليتي اوف سيرفيس. وجينا لهنا ضيفتنا المطارات المغربية الاو ان دي ا، وما شاء الله تشوفوا عندنا أكثر من 600 مشارك معناها جاءوا من كافة أنحاء العالم. وإن شاء الله معناها مش ندرسوا ما بعد الكورونا، وإن شاء الله معناها تكون المستقبل خير للمغرب وللطيران في العالم أجمع. مش نناقشوا معناها المستقبل متاع المطارات ومتاع النقل الجوي خاصة، ومش ندرسوا أكثر كيفاش نقصوا معناها من الانبعاثات الغازية والكربون. والأوبجيكتيف معناها متاع المؤتمر هو كيفاش نوصلوا عام 2050 لصفر من الانبعاثات الغازية. Airports including 19 international airports located in all regions of the kingdom. They are state of the art airports such as Marrakech Manara Airport, ranked among the most beautiful airports in the world.